على متن عبارة بقاع دريم اللبنانية احتجز 57 لبنانيا وأحد عشر سوريا في المياه الإقليمية الأردنية. هذه العبارة توجهت يوم الجمعة من السعودية إلى الأردن لتقل 6 شاحنات محملة بالمواد الغذائية واللحوم، إلا أن أحد موظفي الملاحة الأردنيين تعرض لحادث على متنها وأصيب إصابة خطيرة، نقل على أثرها إلى المستشفى. فاحتجز طاقم السفينة وسائقو الشاحنات المحملة على متنها على بعد كيلومترات من البر، أما قبطان السفينة فحجز في العقبة للتحقيق معه، إلا أن المحتجزين على السفينة أطلقوا صرخات استغاثة نظرا إلى وجود أشخاص يعانون أمراضا مزمنة معهم. قلوا يومين الأبطال مختش، قلوا المواد بعده طيب مين مش عارفين شيء. 5 أيام مرت على الحادث قبل أن تفرج السلطات الأردنية عن القبطان وعن السفينة، إلا أن السؤال عن سبب التأخر في حل المشكلة كان لابد منه، فتواصلنا مع سفير لبنان لدى الأردن. لما نقل على المستشفى استودعيت الشرطة، لأنه بمثل حالات حسب القانون الأردني يجب استدعاء الشرطة لأخذ أقواله، تشكى على الباخرة. لما بيتشكى بصير الحجز واجب لحين اطمئنان على صحته. هلأ واقعيا الحجز على الباخرة هو حجز على القطفان. فتم احتجازه كم يوم إلى أن تم تأمين كفالة بنكية تأمنت من خلال النادي الدولي للنقل البحري في جهة دولية بلا تأمين، بعتقد لأنه كان ويكند بأوروبا لا تأمن المبلغ ليوم الاثنين، فسلكت يعني أخذت الأمور مسارة طبيعية ما تأخر أكثر من لو في مواطن أمريكاني على هيدي السفينة كان حينطر هالقد لا يرجع يمشي حاله؟ أنا هذا سؤال بتوجه للسلطات الأردنية، بس لما يصير حوادث مشابهة وبصير في حدا بتعرض لإصابة القانون يقتضي احتجاز الجهة المسؤولة. هذا القانون قد لا يطبق بحلفينه دائما، هذا أمر صحيح، ولكن تسأل عنه جهات أخرى غيرنا. نحن فيما يعنينا تحركنا فور أن تم إعلامنا بالموضوع. بعد طول انتظار أبحرت السفينة إلى المياه اللبنانية، إلا أن ذلك ما كان ليتحقق لو لم يسقط المصاب الأردني الدعوة.